السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. قانون حق الحصول على المعلومة، توقعات بنيله البطاقة الخضراء بعد اصطدامه غير مرة بالتوافقات. طوفان الأقصى، اجتراح المستحيل وتهشيم ما تبقى من هيبة إسرائيل. حياكم الله مشاهدي الأحبة. حق الحصول على المعلومة المسودة الخارجية أو الخارجة من عنق الحكومة إلى البرلمان والواصلة إلى اللجنة لتمحيصها قبل عرضها تحت قبة التشريع ولضمان أكبر عدد ممكن من الآراء الداعمة لتمريره بعد اصطدامه بحاجز التوافقات غير مرة خلال الدورات السابقة، ورغم الحاجة الماسة لقوانين تمنع تقييد المعلومات أو حجبها عن السلطات، إلا أن الضرورة تحتم أيضا وضع محددات لما هو ممنوع من العرض، خاصة تلك الملامسة للأمن الوطني والقومي معا، وهذا ما يحتم إعداده بصيغة وسطية مهنية غير قابلة لتعددية القراءات، وبما يسحب الجدل من مواده بعد إدراجه إذ ما عرضه للمناقشة. أما في ملفنا الثاني في حصادنا لهذه الليلة، فإن عملية طوفان الأقصى التي أفقدت إسرائيل السيطرة وجعلت فلسطين أمام لحظات فارقة، حيث المقاومة تهشم برا وبحرا وجوا ما تبقى من هيبة إسرائيل الزائلة، فلا قبته الحديدية واعتدته المنتشرة قد نفعت، بل أن تل أبيب أصبحت أمام الأمر الواقع الذي جمع أو جميع معطياته تؤكد التقهقر، عمل استثنائي يصل حد المفاجأة المدوية التي استيقظ عليها سكان الخط الزائل، فلم يكن بدور في يدور في خلدهم حتى في أسوأ كوابيسهم أن يشاهدوا مقاتلي المقاومة من نوافذ بيوتهم التي اعتقدوا مرارا أنها آمنة. فما جرى حدث مفصلي في جسد القضية الفلسطينية وفي تاريخ الأمة العربية والإسلامية. هذين ملفين في حصادنا لهذه الليلة راح نناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تفضل بقاء ويانا ومتابعتنا. مشاهدي الكرام حياكم الله في هذا الملف، أرحب بضيفي الكريمين في الأستوديو، الأستاذ هادي جلو مرعي الكاتب والصحفي، حياك الله أستاذ هادي. أهلا أستاذ. وكذلك ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية من النجف الأشرف الدكتور محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية النيابية، حياكم الله سيادة النائب. أبدأ مع حضرتك أستاذ هادي، يعني
المسودة الحالية فيها بنود تتعلق بحرية الصحافة لو تمتد بشكل عام إلى الرقابة المجتمعية ولا تتحدث فقط في البنود الصحفية. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وتحية لجمهورك الكريم، وتحية لشعب فلسطين، وأقول لهم عافية عليكم بالعراق، وحياكم الله ورفعت رؤوسنا وأثلجتم صدورنا هذا اليوم. وإلى المزيد، في الواقع الحرية في العراق بعد عام 2003 دخلت في جدل، وجدل عميق ولا أقول عقيم، لأنها كانت استدعاء واستحضار لأفكار وقيم وثوابت لدى البعض واعتراضات لدى البعض، أو قراءات كما يقال مختلفة وتوجهات وتصورات عن طبيعة الديمقراطية وعن المشاركة السياسية وعن الإدلاء بالآراء والتصريح بها والكتابة وحتى تحرير الأخبار و طبيعة المحتويات التي تبث عبر التلفزيون وعبر الراديو وعبر الصحيفة الورقية وعبر الوكالة الخبرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما يمكن أن يستخدم كوسيلة لتوصيل المعلومات. لكن البرلمان العراقي للأسف الشديد وحتى الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت في توفير ضمانات للصحفيين وللكاتبين للكتاب والناشطين والمدونين والمثقفين والأكاديميين والمعبرين عن الرأي فسحة من الطمأنينة أو الوضوح، لأن هذه القوانين وهذه التشريعات التي يراد تشريعها من البرلمان في الغالب تصطدم بعقبات كثيرة، ليس فقط من قبل الأوساط الثقافية والصحفية، ولكن أيضا من داخل البرلمان ومن داخل الكتل السياسية بذاتها. عندما تدخل هذه الكتل في جدل واعتراضات وآراء وأحيانا حتى استعراضات، نلاحظ أن البعض يستعرض في موضوع الرفض أو التعديل أو حتى القبول، يعني نوع من التطرف في بعض الأحيان، ولكنه لا يصل بنا إلى نتيجة، لا الذين تحمسوا لإصدار القانون أصدروه كما هو ولا الذين اعترضوا عليه أفادهم هذا الاعتراض، وبالتالي سيكون هذا القانون وفقا لمعايير معينة ترتبط بطبيعة العمل السياسي والعمل البرلماني والحكومي في العراق. ولكن في النهاية لنكون صريحين وواضحين وصادقين مع أنفسنا، أننا إذا أردنا أن نبني دولة فهذه الدولة يجب أن تستند إلى القوانين والتشريعات، وبالتالي لا يمكن القول أنه ليس من الصحيح أن تصدر هذه التشريعات وهذه القوانين، نحن بحاجة إليها حتى لو كانت في بعض الأحيان تصيبنا بنوع من الأذى، نوع من التأثير السلبي، ولكنها في النهاية عندما تضبط زمام الدولة وتمسك بزمام الدولة، لأننا نحلم بالدولة، ما زلنا نحلم بالدولة، العراق منذ 2003 حتى اللحظة يكافح للوصول إلى المستوى العالي من مسمى الدولة بمؤسساتها ودستورها وطريقة أدائها المنضبطة. الاعتراضات على هذا القانون طبعا هي تشبه في واقع الحال اعتراضات أخرى على قوانين وعلى تشريعات مرتبطة بحق الوصول للمعلومة، بحق التظاهر، بحق التجمع، أيضا موضوع الجرائم الإلكترونية، وأحيانا تتداخل للأسف هذه التوصيفات وهذه التشريعات وهذه الاعتراضات وحتى القبول يتداخل مع بعضه ويسبب نوع من الربكة بالنسبة للمثقفين والصحفيين وللناشطين وللمدونين ولكتاب الرأي وحتى بالنسبة للسياسيين وللكتل السياسية الفاعلة، لأنها أيضا قد يصطدم بعض تلك القوانين مع توجهات بعض القوى السياسية. طيب، حول توجهات القوى السياسية أنتقل إلى الدكتور محمد عنوز، سيادة النائب حياك الله مجددا. المسودة الحالية اللي وصلت للبرلمان من الحكومة، حسب متابعة ومراقبة حضرتك، شنو نقاط اختلافها عن النسخ السابقة اللي قدم بها المشروع خلال الدورات السابقة؟ والمسودات التي وصلت سابقا او حاليا، احنا نعتقد بان جوهر حق الحصول على المعلومه له علاقه بحريه التعبير، لانه عن ماذا نعبر اذا لا توجد لدينا معطيات ومعلومات دقيقه عن هذه الظاهره او هذه الحاله. وبالتالي التاخير في عدم تشريع هذا القانون وغيره اللي له علاقه بالحقوق العامه للمواطنين هو نتاج للمخاصمات السياسية اللي هي سببها موضوعة التوجهات العامة لكثير من الأطراف، وبالتالي هي لا يوجد لديها مشروع سوى عملية تشكيل حكومة، وبالتالي ترك مختلف الحقوق على مختلف المستويات في جدل أقوله عقيم أيضا، لأنه
ليس من المصلحة وليس من الإنصاف أن يترك البلد بدون غطاء قانوني في كل ممارساته، أكانت ممارسات تتعلق بالحريات العامة أو بالحقوق الأخرى التي لها علاقة بتنظيم المؤسسات وغطائها القانوني. والمسودة الحالية نحن كما نعلم أنه أسس التشريع وآلياته لا يجوز المساس بالنص الأول إلا بعد القراءة الأولى، ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن جوهر هذا المشروع أو هذا القانون وماذا يجري، لأنه كثير من الجدل يحصل على مسودة قد لا تبقى على حالها، ولا يمكن أن نتنبأ كيف سيكون التوجه، لأنه كما نعلم أنه الاتفاقات وقوى إدارة الدولة هي المتحكمة في مجمل التشريعات. على العموم هنالك توجه داخل اللجنة القانونية في دفع القانون وفق السياقات التشريعية المعروفة في الدستور وفي النظام الداخلي وفي قانون مجلس النواب، وهو ضامن لكثير من الفئات أكانوا صحفيين أو كانوا يعني مواطنين ناشطين. وحق المواطن بشكل عام له حق أن يحصل على المعلومة لاعتبارها هي صمام أمان لعدم الانزلاق في اتجاهات أخرى. كلما كانت الدولة ومؤسساتها شفافة في إعطاء المعلومة خصوصا فيما يتعلق بالإيرادات وتوزيعها وصيانة سيادة البلد والعمل على ضمان حقوق المواطن بالعيش الكريم، أنا أعتقد هي هذه البوابة لتعزيز السلم الأهلي والعلاقات الإنسانية، وبالتالي أن يكون هنالك إنصاف وعدالة في العمل. أما العمل على تضييق حق الحصول على المعلومة أو حرية التعبير، فأنا أعتقد هاي إساءة ليس لكذا شريحة أو تلك، وإنما هو طعن في حقوق المواطن بشكل عام. نعم. وبالتالي لا يوجد طيب مانع من الوصول لكل المعلومات سوى المعلومات الخاصة بالقضايا الأمنية وخصوصا الجوانب العسكرية والجوانب التي تتعلق بأمن البلد بشكل عام، وهذا الجانب هو المهم. إذا سمح سيادة النائب أذهب إلى الأستاذ هادي. المسودة الحالية. نعم. وبالتالي نحن نعتقد أنه التأخر هو واحدة من التي تؤشر بأنه القوى السياسية أكثر من دورة، يحوم هذا القانون في داخل أربقة البرلمان. نعم. وتسحبه الحكومة وتضيف وتعدل دون أن تكون هنالك جرأة حقيقية لإعطاء شرعية كاملة لكل المواطنين في الوصول إلى المعلومة. طيب. وهي معلومتهم. طيب. هي حقوقهم. سيادة النائب إذا تسمح لي، ما دام حضرتك تفضلت بهذه النقاط المهمة، خلينا نعكس الأستاذ هادي جل مرعي. أي تأخير في هذا العمل معناه إذا تسمح سيادة النائب يعني يحصل عملية تهميش وإقصاء. نعم. وعدم وجود آلية عملية وعلمية في التعامل مع الظواهر. نحن نعيش للأسف. طيب. الشديد سيادة النائب تسمعني إذا تسمح حقيقية، ونعيش حالة الشك والخوف من هذا المواطن أو هذه الشريحة أو هذا الناشط، وبالتالي تجد هنالك المناكفات وعدم وجود ما هو مشترك. أحسن. في أعيش في إطار بلد اسمه العراق. طيب. إلى تاريخه أو إلى. طيب. كل تجاربه السياسية. سيادة النائب. التي يجب. خلينا نروح لأستاذ هادي. أستاذ هادي، حق الحصول على المعلومة من السلطات شلون يضمن الحد من الشائعات، يعني البيئة الخصبة لانتشار الفبركة الإعلامية واللي هو سببها غياب المعلومة من الجهات المعنية وحصانة هذه التشريعات؟ لا، هو يعني أستاذ أحمد، المشكلة أنا مثل ما قلت لك البداية، هنالك ارتباك في الموضوع، ربما بسبب حداثة الدولة العراقية بعد عام 2003، حداثتها فيما يتعلق بحرية التعبير والمشاركة الديمقراطية والانتخابات، وهذا الجو الذي برغم ما أصابه من وهن وبرغم الإرهاب والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعزلة التي فرضت على العراق، هو مختلف عن كل الحقب التي عاشتها الدولة العراقية في كل الأزمنة على الأقل من عام 20 إلى الآن إلى عام 2003. وبالتالي هذا الجو المختلف ربما أربك صانع القرار وأربك المواطن وأربك الذي يعمل في حقول المعرفة والثقافة، وخاصة حقول المعرفة والثقافة، لأنه الصحفيين والكتاب والمثقفين والناشطين والروائيين والسينمائيين والمسرحيين والنقاد والقصاصين
والعاملين في الدراما والسينما، وهؤلاء كلهم لم يعيشوا هذه التجربة قبل عام 2003. كل الأعوام التي سبقت عام 2003، ولا أعني بالضرورة نظام صدام حسين أو نظام البعث أو حقبة البعث، الحقب التي سبقتها أيضا، يعني النظام الذي سبق عام 68، ستينيات القرن الماضي، خمسينيات القرن الماضي، أربعينيات، ثلاثينيات، عشرينيات القرن الماضي، كلها كانت سنوات فيها نوع من القهرية، نوع من عدم الوضوح، نوع من الإرباك في المشهد. يعني حتى وإن كان هنالك من يقول أن هنالك كانت شيء من التمثيل السياسي، الديمقراطية، الأحزاب، الصحف، لكنها كانت في ظل نظام سياسي متجذر، يعني لم يشهد هذا التدافع الإقليمي وهذا التدافع الدولي وهذا التدافع الداخلي. يعني حتى وإن كانت هنالك ديمقراطية وهنالك نوع من التشكيل الحزبي والتشكيل الإعلامي، لكن كان هنالك سلطة عليا، نظام الملكي ورئيس الوزراء، وهنالك حدود لا يستطيع أحد العبور منها. الآن بعد عام 2003 الصورة أصبحت أكثر، يعني لا أقول قتامة، ربما تكون أكثر وضوحا، ولكن أكثر وضوحا بالنسبة لنا جميعا، باعتبار أن هذا الوضوح يعني أننا نكتشف أن هنالك خلل في البنية الأساسية للدولة، أن هنالك خلل في البنية السياسية، خلل في البنية الأمنية، في البنية الاقتصادية، هنالك مشاكل عميقة في المجتمع، هنالك تدفق للمعلومات، هنالك تدفق حر للفضائيات، هنالك تدفق حر للسياسيين و للشركات وللعابرين الإقليميين والعابرين الدوليين المؤثرين في مجرى السياسة ومجرى الاقتصاد ومجرى المجتمع ومجرى الثقافة. هذا طيب، وفقا لما تفضل به أستاذ هادي، يعني شلون تقيم كمنظمات معنية بحقوق الإعلام والصحافة، شلون تقيم النسخة الحالية لمسودة القانون، يعني مستوى الدرجة اللي يوفرها فعلا لحق الحصول على المعلومة؟ نحن إذا كان السؤال لي أستاذ، نعم أحمد، تفضل. نحن تابعنا كل المسودات التي قدمت، سواء التي كانت عرضة لمناقشة برلمانية أو لدى اللجنة القانونية أو لجنة الثقافة والإعلام، وفي دورات سابقة، وكذلك ما رسخ عن تداولات حكومية في قوانين التظاهر كما قلت في البداية، وحق التجمع والكتابة والتعبير والوصول إلى المعلومة وجرائم المعلوماتية. في النهاية نحن نؤيد كل قانون يمكن أن يجعل الدولة منظمة وهنالك تسيير للشؤون العامة وتوفيق بين رغبات الجمهور والمؤسسات الحكم، وسواء كانت تشريعية أو تنفيذية، ولكن ما يعنينا هو أن تكون هذه القوانين راعية لحقوق المواطنين، أن لا تغلب قوة الحكومة أو قوة السلطة، ولا عن الدولة، لأن الدولة كما تعلموا هذا حديث يتكرر يوميا، الدولة تعني الحكومة وتعني التشريع وتعني التنفيذ وتعني الشعب وتعني المؤسسات وتعني كل ما موجود في 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 إطارها. طيب، وبالتالي هي مسؤولة من خلال البرلمان ومن خلال أهل الحل والعقد ومن خلال الحكومة عن توفير ضمانات قانونية للمواطنين لكي يوصلوا إلى المعلومة ولكي يعبروا عن آرائهم، ولكي أيضا يمكن الوصول إلى معلومات تتعلق بالفساد، تتعلق بإجراءات غير قانونية، تتعلق بقضايا الحكم، تتعلق بقضايا حتى حقوق الإنسان والتعذيب في السجون إذا كان هناك تعذيب، تجاوزات قانونية، تجاوز على الصلاحيات. يعني هذا راح يقودنا إلى المحددات أستاذ هادي. نعم، إذا في هذه النقطة أرجع إلى السيد النائب دكتور محمد، يعني مثل ما يتفضل الأستاذ هادي جل مرعي وحضرتك أيضا أسلفت، من خلال الدورات السابقة قدم المشروع وتمت القراءة الأولى، لكنه لم ينل حظه من التوافقات الضامنة لعبور عتبة البيت التشريعي. هسه نحكي عن المشهد السياسي، حبكة الصياغة داخل لجنتكم قادرة على تمريره في هذا الوقت؟ سيدي الكريم، العلة السابقة هي ذاتها في هذه الأيام، الباقي قضية التوافقات وقضية الاتفاق بين الكتل السياسية وخصوصا الذين يشكلون ائتلاف إدارة الدولة، فهو يشكل 4/5 عدد أعضاء المجلس، وبالتالي اتفقوا يمرر القانون حتى لو كان يعني جيد جدا أو بائسا جدا، لأن يعني هم الأغلبية، ولكن نحن كنواب لنا بعض الشيء من المعرفة بأهمية احترام كرامة الإنسان، فلا بد من الاستجابة لحقوقه وخلق بيئة لضمان مشاركته وحرية التعبير له عن كل ما يراه من ظواهر وحالات، وبالتالي نصل إلى درجة ضرورة توفير المعلومة له. هذه القضية ضرورية. أما الإشارة إلى أنه لماذا أكثر من دورة، هو أكثر من دورة لأنه المجلس يتغير وتتغير بعض التوجهات هنا وهناك،
فميزان القوى قد يكون شويه دافعا او غير دافع لهذه القضيه. طيب. فبتقديري ايضا لازم نتوقف عند قضيه مهمه وهي تتعلق بتحصين التشريعات وتحصينها من كل ثغره ممكن ان تؤدي الى عدم جدواها في نهايه المطاف. الثغره اللي اشارتها الاستاذ هادي هنالك صوره النائب. اخرى انه العبارات الفضفاضه والقابله للتاويل اخرى. طيب. من حياتنا اليوميه وتمس نعم. شرائح عديده هي احيانا غير قابله للتطبيق. طيب واعتمد كما شاهدنا لما نكون احنا بطور مناقشات اللجنه اذا اسمح لي سؤال لحضرتك لم تطبق لحد الان وهذا ما يثار دائما في اللجنه القانونيه بانه من الضروري ان ندرك اهميه ان يكون القانون قابل للتطبيق بادواته وبالجهه المختصه في متابعته. شلون راح يكون قابل للتطبيق؟ يعني اكو راح تكون في لجنتكم مناقشات قانونيه وعمليه بناء الدوله على اسس صحيحه. سياده النائب ما ادري شو اسمع لسياده النائب. فلدينا كثير من التشريعات تعرضت الى التعديل الاول والثاني والثالث وهذا امر يؤشر الى اننا ذاهبين الى فوضى التشريع وتشريع الفوضى وهذا امر لا يخدم المجتمع ولا يؤدي الى استقراره ولا يؤدي الى تطوير العمليه السياسيه بشكل صحيح. هذا مشاعر طيب. لمسناها عند العديدين ونحاول ان نمرر مثل هذه القوانين بالسرعه الممكنه لانه بدون غطاء قانوني لكثير من الفعاليات لكافة المواطنين انا طيب نعتبر زين. اسمح لي خلي ارجع الى الاستاذ هادي بدون اي حمايه للمواطنين في كثير من النشاطات. نعم استاذ هادي اذا اسمح لي يعني نتحدث عن الجهات المعنيه ايضا في هذا القانون يعني علاوه على اللجنه القانونيه هل تطالبون كمؤسسات صحفيه بان يكون هنالك تدخلا للجنه الثقافه والاعلام استضافات من قبل اللجان المختصه لمنظمات معنيه بحقوق الصحفيين او حتى المنظمات الدوليه ما هي مطالبكم؟ تكرر ايضا في سنوات عديده ماضيه لطالما حضرنا لندوات وجلسات في مجلس النواب في لجنه الثقافه النيابيه التقينا في اكثر من مره في ورش عمل وتجاذبنا اطراف الحديث ليس فقط في الداخل العراقي حتى في مؤتمرات دوليه لكن يعني موضوع ان نطالب منظمات دوليه بتدخل يعني بصراحه انا ضد فكره المنظمات الدوليه لان المنظمات الدوليه هي منظمات قذره يعني ليست اخلاقيه وهي لا ليست معنيه بحريه التعبير كما ينبغي ان نعرف انه المنظمات الدوليه عباره عن ادوات قذره بيد الغرب بيد امريكا وفرنسا وبريطانيا وهذه الدول وانا لا اتحدث من منظار طبعا ديني او عقائدي لا انا اتحدث من منظار علماني حتى يعني القضيه البعض هي يعني اذا اعترضت على امريكا واعترضت على الغرب وكانك تنصب بانك متدين او انك اخواني او انك مرتبط بقوة سياسية او قوة دينية ايرانية او غيرها لا انا اتحدث عن القضية المتعلقة بادارة العالم الولايات المتحدة الامريكية عندما تدفع بهذه المنظمات مثل ما تدفع الان ب 15 منظمة عالمية كبرى تمول بمليارات الدولارات سنويا لنشر المثلية في العالم واجبرت الامم المتحدة الان على ان تقر بالمثلية وان تدعم الحكومات وتدفع الحكومات لدعم المثلية والدفاع عن المثليين وحتى البابا فرانسيس للاسف الشديد كانت لديه عظه دعا قال المثليه ليست جريمه ولكنها خطيئه يعني شوف الازدواجيه في ما اعرف وبالتالي هذه المنظمات فيما يتعلق بحريه التعبير يعني مثلا الان عندما تدعم الامم المتحده وتدعم الولايات المتحده والغرب وحتى الفاتيكان يدعم موضوع المثليه الجنسيه والترويج لها وهذه المنظمات فانها اذا تذهب باتجاه معين لنشر ثقافات ومفاهيم خطره جدا قد تفكك وقد تدمر المجتمعات، المجتمع العراقي الان لا يعوزه الكثير من التدمير، هنالك مشاكل لدينا في موضوع المخدرات، في موضوع نشر الثقافات، في موضوع حتى الافكار والترويج لها والتداخل الخارجي مع الداخل، وبالتالي ما نحتاج اليه هو قوانين حقيقية ترعى مصلحة الدولة وترعى مصلحة المواطن وتحترم المثقف والكاتب والصحفي وتتيح لي الحق في أن أنتقد تتيح لي الحق في أن أرفض يعني لما بكرة أنت في العراق وفقا للمعايير الدولية لما يقول لك يظهر كاتب عراقي وينتقد المثلية الجنسية
قد يحاكم، لأنه الأمم المتحدة والعالم المتحضر كما يسمى الوسخ الغربي يدعم المثلية الجنسية. إذن هنالك تعارض للأسف الشديد. أنت حضرتك راح أقول لك شيء في الدستور العراقي، وقبل يومين نبهني لهذا النائب موحان الساعدي أحد نواب البرلمان الحالي، نبهني هذه الفكرة أنه في مؤتمر في بيروت كان هنالك نواب عراقيين من مختلف الجهات حاضرين في مؤتمر، وكان يحاضر فيه شخص في المؤتمر يدعو إلى نشر ما يسمى الديانة الإبراهيمية في العراق، ويجب أن تقر في القوانين والتشريعات العراقية. فرد عليه النائب الساعدي، قال له فقط أعطيك ملاحظة يا سيدي وبعد ذلك ستنهي هذا المؤتمر. الملاحظة تقول أنه في الدستور العراقي هنالك مادة دستورية تقول أنه لا يجوز تشريع أي قانون أو أي نص في البرلمان وفي غير البرلمان وفي الحكومة وفي الحياة العامة يتعارض مع قوانين الشريعة الإسلامية، لأنه الدين الرسمي وفقا دعك من الدين الرسمي، التشريعات في العراق وفقا للدستور تعتمد على التشريع الإسلامي، وبالتالي أي قانون يسن يجب أن لا يتعارض مع التشريعات الإسلامية أو التشريع الإسلامي أو الديانة الإسلامية أو الدين الإسلامي. إذن نحن في هذا المطب نواجه أمور قد تظهر بعد إقرار هذا القانون، ونجد أنه هذا القانون يقيد عراقيين، يمنعهم من التعبير عن آراء معينة، العالم يفرض على الحكومات العراقية أن تؤمن بها وأن ترسخها وأن تدعم حضورها وتأثيرها. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ هادي جلو مرعي الكاتب والصحفي أثريت الحوار. شكرا أستاذ أحمد، وشكر كثير لحضرتك السيد النائب الدكتور محمد عنوز عضو اللجنة القانونية النيابية، حدثتنا عبر الأقمار الصناعية من النجف الأشرف. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. طوفان الأقصى، اجتراح المستحيل وتهشيم ما تبقى من هيبة إسرائيل. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله أستاذ كامل، ضيفي الكريم. حياك الله، أهلا ومرحبا بحضرتك. نتحدث عن هذه الانتصارات المفاجئة التي أبهرت الصديق وأذلت العدو، شنو أسبابها اللي وصلت الحال في فلسطين المحتلة حد هذا التحول العسكري الكبير والنوعي ضد الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هو هذا تراكم خبرات وتراكم ممارسات وتراكم انتصارات بنفس الوقت، وصبر مرير بالرغم الأذى، بالرغم الحصار، بالرغم القسوة الصهيونية. وأنا أريد أن أذكر مشاهدينا الكرام الأعزاء بما تفضل به سماحة السيد حسن نصر الله من أن هذه الأعوام هذه أعوام الانتصارات. نعم، الهزائم انتهت وبدأت مرحلة الانتصارات. فهذا الانتصار بالحقيقة
هو نتيجة جهود كبيرة، نتيجة عمل وبناء وصبر وتخطيط وممارسات ميدانية كثيرة، وحتى كانوا الفلسطينيون يقيمون بعض المناورات والتدريبات. أجواء غزة سمحت لهم بالكثير وتمت الاستفادة بشكل جيد من هذه الإمكانات، وأنا أعتقد أن هذه الضربة التي ضرب الكيان الصهيوني بها اليوم ليست انتصار إعلامي ولا انتصار سياسي ولا انتصار أمني ولا انتصار عسكري، بل هو انتصار بنيوي، انتصار سلب من العدو ركيزة أساسية من ركائز وجوده. الكيان الصهيوني أستاذ أحمد يعني يعتمد في قواه البشرية على قدرته على جذب المهاجرين والمستوطنين، يأتي بهم إلى مناطق الاستيطان، يخدعهم بأنه يعطيهم فرصة عمل وأجواء آمنة ووحدة سكنية، فيأتون من كل بلدان العالم وخصوصا من الدول الفقيرة حتى من أفريقيا ومن غيرها. ضرب المستوطنات والسيطرة على عدد من المستوطنات وفشل الجيش الصهيوني في حماية المستوطنات ينهي القدرة الصهيونية على إقناع أي مواطن بالعالم بالمجيء إلى المستوطنات في المستقبل. فإذن هذه الضربة ضربت ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الصهيوني. المجتمع الصهيوني نسبة النمو السكاني بأستاذ أحمد أقل من 1%. بالمقابل نسبة النمو بالشعب الفلسطيني 3.6 إلى 3.8 باختلاف المناطق. فأنت عندك في كل 30 سنة 20 سنة 40 سنة تزداد القوة البشرية الفلسطينية وتضعف القوة البشرية الصهيونية. لذا كانوا يعالجون من الناحية الجيوستراتيجية قلة العنصر البشري بالهجرة وبناء المستوطنات. ليش هم ببناء المستوطنات مصرين على بناء المستوطنات بالرغم من عدم الحاجة إلها؟ أكثر المستوطنات فارغة، ولكنهم يبنونها لكي يشوقوا اليهود في بقية مناطق العالم للهجرة. حينما تمت السيطرة اليوم على عدد من المستوطنات واحتلت وهرب المستوطنون ونقلت وسائل الإعلام مظاهر هروبهم، أنا أعتقد هدمت ركيزة أساسية من ركائز وجود الكيان الصهيوني. اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريم عبر سكايب الأستاذ إسماعيل مسلماني المحلل السياسي، انضم معنا من غزة. حياك الله أستاذ إسماعيل. يعني انتصارات مبهرة حقيقة ولاقت يعني الفرحة وأدخلت السرور على قلوب المقاومين. ساعات والمقاومة تتقدم والكيان يتوعد. طيب لماذا عجزت تل أبيب في وقف عمليات المقاومة النوعية؟ أسلوب الحرب اللامتناظرة هل هو السبب أم غيره من الأسباب؟ مساء الخير للجميع وللمشاهدين الكرام. واضح جدا قواعد الاشتباك تغيرت تغيرا 180 درجة. ما شاهدناه منذ الصباح ولغاية هذه الساعات، وما زالت المقاومة الفلسطينية في أربع مواقع أي في أربع مستوطنات ما زالت هي تسيطر على الموقف، وبالتالي بالرغم من القصف المتبادل وبالرغم من ارتفاع أعداد القتلى، بعض المحطات قالت أن هناك 300 قتيل إسرائيلي وهناك 230 فلسطيني استشهد، إلا أن الحالة الإسرائيلية المربكة والمرعبة والمتخوفة، بالرغم من قبل قليل نتنياهو خرج من تل أبيب وألقى مؤتمرا بالتهديد والوعيد، ما جرى اليوم غير كل صفحات، حتى موضوع حرب الغفران التي تطلق عليها إسرائيل هذه التسمية، والعرب تقول حرب تشرين أو حرب أكتوبر أو حرب رمضان، المعادلة كلها تغيرت. كل الحروب السابقة التي ذكرت والتي تعرضت إليها غزة تحديدا في آخر أربع حروب وخاصة معركة سيف القدس ووحدة الساحات، إلا أن المشهد اليوم مختلف تماما. أعاد اليقظة العربية، أعاد الصحوة، أعاد النخوة، أعاد أي شكل من الأشكال الذي ممكن أن نسميه كفاحيا إسلاميا عربيا وحدويا إلى آخره. ما جرى اليوم يعكس الصورة تماما أن المقاومة من حيث الفعل والأداء والتكتيك والخطوات، نحن نتكلم عن بريا وبحريا وجويا خطة محكمة بدخول 1000 مقاتل إلى أكثر من 32 موقع تم الدخول إليه والسيطرة، والصور والمشاهد التي بثت سوف تشكل صدمة، وهي شكلت بالأساس ولغاية هذه اللحظة. الإعلام العبري
والمراسلين والمحللين والسياسيين هم لغاية الآن عاجزون عن تفسير ما الذي يجري. هل يعقل أن هذه المقاومة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب والأداء والتكتيك أن يتم الفعل سحب الأسرى سواء جنود أم مجندات أم مستوطنين هذه الطريقة ودخولهم إلى المواقع وإعطاء ومباغتة للاحتلال لثلاثة أسابيع متتالية وكانوا الكل ينتظر ويترقب بالرغم من تحذير المقاومة بأن المس بالمسجد الأقصى وكذلك الأمر للأسرى هو خط أحمر لم يعبث الاحتلال الإسرائيلي بل هو تجاوز كل الخطوط الحمر مع قضية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالإضافة إلى موضوع الأسرى والتغول في المدن الفلسطينية من جنين إلى نابلس إلى دونكرم. نعم. كل هذه المعطيات ورغم أن المقاومة طيب. حذرت العالم كله إلا أن المجتمع الدولي طيب. كان منافقا ولا ينظر بعينين للقضية الفلسطينية بل بالعكس الجامعة العربية وبعض الدول العربية مثل التطبيع تآمر على القضية الفلسطينية. اليوم أعاد التاريخ 7 من أكتوبر طيب. هو يختلف عن 6 من أكتوبر إسماعيل. الذي شاهدناه في حرب نعم. رغم أن التشابه بالأحداث بمعنى أن عام 30 جولدا مائير وشارون وموشيه ديان كان هناك انقسام وخلافات موجودة في رغم الانقسامات السياسية أستاذ إسماعيل ولكن الجهد الاستخباري عن محور نعم. المقاومة يبدأ من إيران طيب. مرورا باليمن بالعراق واضح. إلى لبنان إلى سوريا إلى غزة إلى مخيم جنين هذا المحور ووحدة الساحات مختلفة وعلى طيب. رأسها قطاع غزة وعلى رأسها هذه الاستراتيجيات اللي تحدث منها أعطت انطباعا كاملا أستاذ إسماعيل إذا اسمعني خليني أذهب إلى أستاذ كامل الكناني يتحدث الأستاذ إسماعيل مسلماني حول وحدة الساحات وهذه الاستراتيجيات الكيان أستاذ إسماعيل يبدو أنك ما تسمعني وحتى العرب الإدارة الأمريكية قالت طيب. قبل نصف ساعة طيب اسمح لي أستاذ إسماعيل أن نذهب إلى ضيفي الكريم الأستاذ كامل الكناني طيب هنا نتحدث أستاذ كامل عن الكيان اللي نشط معلومات الاتصالية وأعين المنتشرة لماذا تعذر على جواسيس تحسس هذه المواجهة وبهذا الكم وبهذه الكيفية اللي تدل على نتاج تخطيط ليس بالقليل أبدا يعني هو انتصار للمقاومة بهذا المعنى بأنها حققت خرقا كبيرا من الناحية الواقعية اليوم هو أحد أيام العطلة الدينية في الكيان الصهيوني وهو أحد الأعياد بالمناسبة ففي مثل هذه الأيام تكون هنالك غفلة أمنية يكون هنالك تحلل أمني والكيان الصهيوني يكاد يكون مطمئن يكاد يكون مغرور يكاد يكون واثق من قدراته فسمحت هذه الأجواء بتمرير هذه الخطوات الجريئة والشجاعة إضافة إلى يعني تكتيك العملية يعني الهجوم البري من غزة لم يكن متوقعا لأكبر العقليات العسكرية يعني ليه من الناحية الواقعية غزة منطقة محاصرة ومنطقة مكشوفة يعني هي منطقة من ناحية الجو مكشوفة ومن ناحية الجغرافيا محاصرة كيف تهجم من هذا الحصار وتتجاوز الحدود وتدخل إلى حدود الكيان ثم تقوم بعملية مواجهة فهذا بالتأكيد يعني الخطة والقدرة على تنفيذ خطة جريئة وشجاعة أحد أسباب المفاجأة ثم الاستفادة من الجو والبحر لأول مرة يجري تنفيذ عملية بهذا المستوى النوعي بهذا المستوى كان الظاهر أن الفلسطينيين كانوا يتدربون على مثل هكذا عمليات من خلال الطائرات الشراعية البسيطة والخفيفة واستطاعوا أن يشكلوا مجموعة من الخروقات المهمة لحد الآن قبل دخولي إلى الاستوديو بقليل اعترف الكيان الصهيوني أن هناك 20 منطقة اشتباك أو قال 22 منطقة اشتباك لا زالت مستمرة بمعنى أن الفلسطينيون تمترسوا استمكنوا الأرض واستطاعوا أن يسيطروا أنا أعتقد هذا العمل الصبور والتخطيط والتدريب والشجاعة والجرأة وأولا وأخيرا تأييد الله سبحانه وتعالى ونعم. ودعمه وأسناده طيب وعد تل أبيب سيد إسماعيل هل له مساحة للتطبيق وردع حجم القوة والضغط المتزايد من الضفة المحتلة؟ أحد السؤال لو سمحت وعد تل أبيب عندما تتوعد تل أبيب هل هذا التوعد له مساحة للتطبيق وردع حجم القوة والضغط المتزايد في الضفة؟ بالطبيعة
السؤال يعني هذا يؤكد أولا القناعة والإرادة والإيمان والعقيدة التي تحملها المقاومة الفلسطينية على رأسها في قطاع غزة. هذا يؤكد مجددا بالرغم من الآلام وبالرغم من ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الفلسطينيين، إلا أن الحالة المعنوية الموجودة لدى الشعب الفلسطيني في مختلف المدن وحتى في المخيمات خارج فلسطين لأول مرة وللوهلة الأولى، لا أحد يصدق المشاهد، حتى نتنياهو نفسه ويؤف جالانت وإعلان حالة من أنه أعلن قبل قليل بأن هذا درس قاسي، وفي خاصة في آخر يوم انتهى العيد العرش قبل تقريبا ساعتين من إعلان الإنهاء، لم ينعم المستوطنون في وجودهم في ساحة البراق وحتى الاحتفالات، بل قال نتنياهو بأن دخولهم في احتفالاتهم في آخر يوم من العيد، وبالتالي وجه المعادلات تغيرت، قواعد الاشتباك التي وضعتها المقاومة، هذا يدلل مجددا أولا قوة الدعم، قوة المقاومة الحاضنة الشعبية، هذا أهم قضية مهمة جدا لدى الشعب الفلسطيني حين يتم إطلاق الصواريخ والرشقات التي شاهدناها قبل قليل أو منذ الصباح لأكثر من 3500 صاروخ تم إطلاقهم لغاية قبل نصف ساعة تقريبا. هذا لم يحدث لا في معركة سيف القدس ولا في وحدة الساحات ولا على مر القضية الفلسطينية، حتى الإسرائيليون المؤسسة الأمنية تفاجأت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صدم وهرول من موضوع طريقة تعامل المقاومة بدخولهم الغرف والمنازل ويلتفون ويبثون فيديوهات ويتم توثيق الأحداث الموجودة بالاعتقالات ودخول المنازل المستوطنين. هذا يؤكد من جديد بأن مرحلة النضال الفلسطيني فتحت صفحة جديدة مختلفة، أعطت انطباعا للعالم العربي وللعالم كله بأسره وحتى للشعب الفلسطيني من كافة الشرائح أن المقاومة ما زالت مستمرة وحية ونابضة، وهي نعم. تعمل بشكل تكتيكي واستراتيجي طيب. طيب وتعطي استاذ الأهداف التي ترجوها في الوقت والزمان، اختارت يوم السبت له استاذ اسماعيل من دلالات للطابع الإسرائيلي الذي يحتفلون به، هذا الوقت والزمان سيكون درس وحافرا في تاريخ إسرائيل الذي حفرته طوال الوقت في داخل الشعب الفلسطيني. الآن المعادلة كلها تغيرت، كل تواريخ الأحداث والمحطات طيب. الفلسطينية بدءا من عام 48 إلى 67 و56 العدوان الثلاثي مرورا ب 72 بالإضافة إلى الاجتياح اللبناني 82 والانتفاضة الأولى 87 وانتفاضة 2000 ومرورا بكل الأحداث التي جرت في القضية الفلسطينية، هذه لأول مرة سجل في تاريخ القضية الفلسطينية طيب. سيكون هناك أستاذ إسماعيل يعني مضطر أقاطع حضرتك، أنتقل إلى الأستاذ كامل كناني. نعم أستاذ كامل، هنا يتحدث الأستاذ إسماعيل عن كل هذه المنهجيات التي قلبت المعادلة، ولكن بالمقابل من الأساس هل إسرائيل قادرة على الرد وهي تعيش هذه الضغوطات والأزمات السياسية والاقتصادية خصوصا بعد الإصلاحات القضائية اللي ينوي بنيامين نتنياهو إجراءها؟ يعني إسرائيل فقدت القدرة على الردع منذ دخول الروح الإسلامية للساحة الفلسطينية، منذ دخول الخط الاستشهادي والخط التفحوي. نعم. الناس الذين يقاتلون في سبيل الله لا يهزمون، لا توجد قوة قادرة على قهرهم. الكيان الصهيوني برغم آلياته العسكرية وقدرته التقنية وتسليحه وتطور التكنولوجي، لا يوجد رجل مقاتل خلف هذا السلاح، لا توجد يد شجاعة تحمل هذا السيف من التكنولوجيا والقوة والتصور العلمي. إذن هنالك معركة هي في نوع ما متطورة تكنولوجيا، مسلحة، قوية، مالية، اقتصادية، مدعومة غربيا، وهنالك قوة جهادية تستفيد من أبسط الإمكانات وتخلق منها قدرة ردع وقدرة ضرب. يعني كان الطفل الفلسطيني بالحجر يواجه الصهاينة المدرعين والمدججين وكان ينهزم أمامه جنود الصهاينة. هذه الصورة صورة ربما لا يفهمها الذي لا علاقة له بالدين والروح والأخلاق والشهادة وقيمها. ما يجري هو صراع بين حضارتين، حضارة مادية مدججة بالسلاح ولكنها متعلقة بالدنيا والحياة إلى حد العشق. القرآن يتحداهم، قل تمنوا الموت إن كنتم صادقين، هم لا يتمنونه والقرآن يقول أنهم لا يتمنونه. فإذا نحن أمام معادلة
عناصر القوة فيها مختلفة، عناصر يعني سياق المعركة ليست سياق معركة كلاسيكية. بالمعركة الكلاسيكية المقاتلين والسلاح يعادلون مقاتلين وسلاح، حينما تدخل المعنويات وتتحول إلى صفر ستكون النتيجة صفر مهما كانت قوة الرجال وقوة السلاح. فإذا نحن أمام معادل جيوبوليتيكي متغير لصالح الفلسطينيين، ثقتهم بحقانية قضيتهم وصبرهم واستعدادهم للتضحية في سبيل قضيتهم قلب الموازين. ثم جاءت القدرة العسكرية والقدرة الفنية من خلال مساعدة الجمهورية الإسلامية وحضور القوى في فصائل المقاومة الداعمة لفلسطين، دورات التدريب، دورات التطوير، السلاح، الصواريخ، غيرها، هذا كله أدى إلى أن تكون المعنوية أيضا مسلحة ماديا، فهي إذن منتصرة بكل تأكيد، لأن العدو لا يملك هذه الثنائية سلاح وروحية واستعداد للاستشهاد. طيب هنا أستاذ إسماعيل، يعني ممكن تتوسع هذه المواجهات وتصل إلى حد الحرب الإقليمية؟ هذا وارد. يعني على سبيل المثال، نصف ساعة أعلن يؤاب طنك وزير الدفاع أن حالة الطوارئ ستمتد من الجليل وحتى إيلات، ويقصد بذلك أن كل إسرائيل بما فيها يعني الأراضي المحتلة كلها حالة طوارئ، وهذا للحسبان بالجبهة الشمالية باحتمال الدخول. حزب الله أعلن بشكل واضح إذا إسرائيل دخلت بريا قطاع غزة واستخدمت القوة المفرطة بشكل كبير فإن دخول الجبهة الشمالية على الساحة هذا وارد، وهذه واحدة من الحسابات، وهذا ما تضع إسرائيل وتجم إسرائيل لغاية هذه الساعات. لكن نحن لا نعرف ما الممكن القرارات لغاية الآن، الأمور معقدة في الكابينت أو المجلس المصغر، هناك دعوات لتشكيل حكومة طوارئ من قبل المعارضة يائير لبيد وجنت، الآن ينتظرون موافقة الائتلاف الحاكم، إعلان الطوارئ، يعني حكومة طوارئ، هذا يعني بمثابة نحن داخلون على مواجهة حرب شاملة من المحتمل تمتد في التموضع الإيراني، سوريا، لبنان، إيران إلى آخره، بعض المناطق الموجودة. الأمور بدأت تتكشف بشكل كبير جدا. حكومة الطوارئ إذا تم الإعلان عنها غدا، وهذه مشاورات الآن بدأت بين المعارضة والائتلاف، وخاصة عدم وجود تيمتروش أو إتمار بن جفير في حكومة الطوارئ، هي أحد مطالب لابد من أجل مواجهة ما يجري. سميت الأحداث التي بدأت منذ الصباح هي حرب شاملة بهذه معنى الكلمة، هي ليست عملية وليست موقف وليست قنبلة وليست إطلاق رصاص. تغطياتنا في هذا اليوم في قناة الأيام الفضائية استمرت منذ انطلاق هذه العملية ولغاية هذه اللحظة حصاد الأيام. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إسماعيل مسلماني المحلل السياسي، انضمت معنا عبر سكايب من غزة، ونبقى متابعين لتطورات الأحداث في فلسطين، فلسطين العزوة، الشموخ والإباء. والشكر الموصول لحضرتك الأستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي ضيفا كريما في الأستوديو، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.